ما تشوفهاش وما تقدرش ان انت كمان تستفيد منها. طب تعالوا نقترب من الموضوع ده ونلقي الضوء عليه ونكون اكثر قربا ومدى الاستفادة منه في اطار بقى جذب الاستثمارات كمان لمصر. معانا هاتفيا الخبير الاقتصادي دكتور محمد شادي. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتكم والساده المشاهدين. ازاي بنشتغل كدولة مصرية دلوقتي ان احنا نزود نسبة الاستثمارات بتاعتنا ونحافظ عليها في المعدلات الاعلى والامثل من خلال دلوقتي الصناعات التعدينية على وجه الخصوص لان هو ده اساس حوارنا. طيب بص حضرتك، هو بداية بس لازم نقول للساده المشاهدين يعني ان احنا مصر السنة الخامسة على التوالي هي اكبر جاذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة في العموم يعني في افريقيا، ده للسنة الخامسة على التوالي. والثاني على رئيس هيئة الاستثمار قال ان احنا جذبنا في 2022 كام؟ 22 مليار؟ انا اعتقد الاستثمارات الاجنبيه الجديده 8.9 مليار دولار. شوف الكلام كده، دول استثمارات اجنبيه جديده لسه داخله، مش الستوك يعني مش الاجمالي كله قد ايه. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك كده احنا عندنا يعني استمراريه في هذا الموضوع. الاستثمارات دي جزء كبير جدا منها بيوجه الى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والقطاعات المعدنيه في المستقبل. ليه بقى؟ لانه مصر واعده للغايه، مصر عندها قدرات كبيره جدا في قطاع الصناعات التعدينيه خصوصا في مجال النحاس الالومنيوم والفوسفات. الثلاث معادن دول عندنا منهم يعني معروض كبير للغايه، بالاضافه الى انه احنا عندنا يعني طروحات حصلت السنه اللي فاتت لاكثر من 30 قطعة جديدة للتنقيب عن الذهب سواء في حلايب وشلاتين او في خلاف. عندنا دلوقتي ما يزيد عن 14 شركة عالمية بتشتغل في قطاع التنقيب عن الذهب، منهم شركات مصرية، اخرهم كان الكشف الكبير اللي عملته يعني مجموعة شركات، تحالف شركات مصرية مع شركات أجنبية اللي هو في منجم إيقاف للذهب. ده تحول كبير جدا في سياسة مصر العرض يعني او استغلال ثرواتها التعدينية والمعدنية، لأنه زي ما حضرتك عارفة إحنا كان عندنا لفترات طويلة خالص يعني سواء قبل يناير أو حتى فيما قبل يونيو تعطل في الملف ده، وكانت يعني الإجراءات كلها بتنصب على تشجيع قطاع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لأنه هو الأسهل في جذب الاستثمارات. موضوع الصناعات موضوع يعني الطروحات التعدينية والصناعات القايمة عليها موضوع يعني لسه يعني بيحظى باهتمام كبير جدا دلوقتي من الاداره الحاليه. عندنا قبل كده كان الموضوع موجود لكن ما كانش بطريقه منظمه او بطريقه سيستماتيك، يعني هتلاقي حضرتك توسع كبير جدا دلوقتي في الاستخراجات بقى المعدنيه بكافه اشكالها من اول المحاجر للمعادن. هتلاقي حضرتك ان الدوله المصريه بتتوسع في اقامه يعني المشروعات اللي بتستغلها زي. طب ممكن اسال حضرتك شويه عن الكوارتز وفكره انه ايه الصناعات اللي بيدخل فيها؟ وايه اهميته بالنسبه لنا احنا في الاقتصاد المصري؟ يعني انا عارفه انه في اكتر من مصنع من المصانع بيصل الى عدد 5 صروح صناعيه من تكسير الكوارتز الاولي وبعد كده تكسيره بعد التكسير الاولي وبعد كده تفتيته. صحيح، الكوارتز واحد من اهم يعني المواد اللي بتدخل في صناعات الرخام او يعني انواع الاحجار يعني زي اللي بتدخل في المصادر وكده، والطلب عليه عالي جدا. الكوارتز المصري الخامات فيه عاليه جدا وبتصدر، سواء قبل كده كان بتصدر يعني خام الى دول زي الصين، دلوقتي مصر عندها اتجاه كبير جدا لاستغلال ثرواتها منه. عشان كده تلاقي حضرتك ان احنا عندنا مدينه كامله للرخام، واتعمل كمان عندنا مجمع للصناعات المعدنيه في الجفجافه، وبيكمل ويعني مصر مستمره في استخدام المحاجر والاستخراجات المعدنيه بتاعتها بشكل عام، ومن ضمنها الكوارتز يعني والصناعات القايمه عليه. جميل. طيب سريعا وفرصه لحضرتك معانا، ازاي احنا قدرنا بالسياسات النقديه دلوقتي والماليه اللي احنا بتتبعها الدوله المصريه ان احنا نسيطر على سعر الدولار في السوق؟ السوق الموازيه طبعا. هو بدايه كده احنا كنا انا يعني كنا كنت في قبل حضرتك وقلت لك ان ايوه اخر لقاء هنا في الاستوديو على وشك التحقق، لانه احنا دلوقتي اللي حاصل انه احنا كان عندنا ضغوط كبيره جدا جايه من بالذات سوق الذهب، كان فيه بنسميها تو بافرز او عائقين. العائق الاول انه تجار الذهب بيدوروا على
دولار علشان يشتروا بيه الذهب، والعائق الثاني ان كميه الذهب المعروضه في السوق قليله. الاداره المصريه بقراراتها باتاحه استيراد الذهب بدون جمارك فيما عدا يعني ضريبه القسط الاضافه، خلى المعروض من الذهب يزيد، وبالتالي الضغط من المواطنين المصريين على شراء الذهب قل بشكل كبير جدا، بالتالي الضغط على سوق الدولار اللي هو الطلب العالي على الدولار قل معاه، وبالتالي بقينا قدام انخفاض للطلب في نفس الوقت زاد العرض الذهب، وبالتالي شفنا تراجع لمستويات الدولار ومعاها تراجع لمستويات الذهب لان المعروض من الاثنين بقى زاد. وده يقول لحضرتك انه زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت برضه انه مصر عندها ادوات كتير جدا تقدر تتدخل بيها، الفكره كلها ان التدخل هيبقى يعني لو تدخلنا بطريقه يعني مش محسوبه هيبقى تدخل على حساب الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه للمصريين، هيرفع تكلفه المعيشه عليهم، وبالتالي الدوله المصريه بتبتكر اساليب جديده علشان تحاول يعني تتكيف مع الازمه اللي بتحصل دلوقتي، واحنا ان شاء الله على وشك الخروج منها. طيب ان شاء الله حلو قوي. يعني انا عايزه بس استغل فكره ان انت بتقول الاساليب الجديده، لما احنا نشوف العالم وازاي ان هو بيحاول يسيطر على نسبه التضخم تلاقيه دايما بيشتغل على زياده نسبه الفائده. احنا البنك المركزي الاسبوع الماضي ثبت نسبه الفايده، بس ما قيل من الخبراء في اطار نسبه الاحتياطي النقدي الالزامي اللي على البنوك قالوا ان هو بيعمل نفس الايفكت بتاعه ونفس التاثير بتاع زياده الفايده، فعايزين نفهم القرار ده، وفي نفس الوقت هل متوقع في اعقاب القرار ده ان يبقى في قرارات من البنوك على العملاء؟ طيب هو ايه اصلا هو الاحتياطي الالزامي؟ الاحتياطي الالزامي دوت هو الاحتياطي اللي بيلتزم البنك اي بنك يعني بامساكه كفلوس نقديه، يفضل ماسكه معاه كده علشان لو حصل عنده طلب على ان الناس تسترد ودائعها يبقى معاه فلوس جنيهات اللي هي سيوله مش كده؟ سيوله يقدر يدفعها ليه. وبالتالي كل لما البنك المركزي الزم البنوك بان هي تحوش احتياطي اعلى ده معناه ان هو اتاح لها فلوس اقل ان هي تقرض. هو احنا اصلا بنرفع سعر الفايده ليه؟ بنرفع سعر الفايده علشان نخلي الفلوس قصدي البنوك تقرض بشكل اقل. وبالتالي هو نفس الموضوع بالظبط، احنا هنا بنقلل الفلوس اللي مع البنوك علشان تقرضها، لكن في رفع اسعار الفايده بنزود تكلفه اقراض الفلوس دي، الاثنين بيؤدوا لنفس النتيجه انه الناس تستلف بشكل اقل. وبالتالي بدل ما انا بحاول يعني اضغط على القطاعات اللي شغاله دلوقتي زي مثلا قطاع الاسكان وقطاع القطاع الصناعي علشان ارفع عليهم تكلفه القرض، انا بس بقلل القروض يعني انا بعمل هنا عمليه توازن. صحيح. انا مش بستخدم بحضرتك ادوات السياسه النقديه اللي بيستخدمها البنك المركزي يعني متعدده، منها مثلا الاحتياط الالزامي ومنها اسعار الفايده ومنها حاجه اسمها عمليات السوق المفتوح، بالاضافه يعني لاشياء اخرى. حضرتك البنك المركزي طور اصلا كمان الادوات دي ورحنا لحاجه اسمها الادوات النقديه غير التقليديه. يعني في وقت من الاوقات حضرتك كنت هتلاقي البنك المركزي بيدخل في يعني مع شركات معينه بيشتري من عندها ديونها مباشره، هتلاقي البنك المركزي بيدخل البورصه بنفسه. دي كلها ادوات جديده البنك المركزي بيستخدمها زي برضه بنشتغل على الفجوه التمويليه وتقليل الاقتراض مما يعني تخفيف عبء الدين العام. ده في المدى المتوسط والطويل البنك المركزي بيحول القروض قصيره الاجل الى قروض متوسطه وطويله الاجل، لانه مصر ما عندهاش مشكله ان هي تدفع قروضها. احنا عندنا دلوقتي ضغط بسبب بيئه الاقتصاد العالمي. يعني ايه؟ يعني زي ما نقول كده حضرتك، انا بكسب كل شهر كمواطن عادي يعني او كموظف بكسب كل شهر مثلا 500 جنيه، بس انا متوقع ان انا السنه اللي جايه هكسب 3000 جنيه، فانا دلوقتي عندي التزامات ب 400 جنيه ضغط عليا، لكن لما السنه الجايه تيجي هدفع ال 3000 جنيه بتوعي قصدي هدفع كل المستحق عليا من ال 3000 جنيه من غير اي مشاكل. هو ده اللي حصل بالظبط، انا بتعرض لضغوط امنيه او وقتيه عامله مشاكل في المعروض من الدولار، المشاكل دي هتتحل بمجرد لما تتحسن بيئه الاقتصاد العالمي. طب ايه بيئه الاقتصاد العالمي؟ اسعار الفايده المرتفعه اللي حضرتك شفت المره اللي فاتت كده انه الفدرالي رفع ثبت الفدرالي المره اللي فاتت، والمره دي قصدي رفع 25 نقطه اساس. والمره دي هنشوف، انا بقول لحضرتك اهوت وهنتكلم في وقتها، هنشوف اجتماع الفدرالي اللي جاي تثبيت لاسعار الفايده، وربما قبل مع بدايه النص الثاني نشوف انخفاض لاسعار
الفايده عند الفدرالي، وبالتالي هنشوف تحول في بيئه الاقتصاد العالمي. هتلاقي حضرتك مصر بدل ما هي انت طبعا قريت تصريحات ايلون ماسك اول امبارح وهو بيتوقع انه الاقتصاد في الشهور القادمه يعاني الامرين، هيدخل في الركود، وده اللي قلت لحضرتك برضه عليه المره اللي فاتت. فاكره قلت لحضرتك انه اذا دخل الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصاد المصري يبدا يتحسن، وده اللي احنا متوقعينه ان شاء الله ان شاء الله يعني، ونتكلم في وقتها تاني إن شاء الله. بشكرك على هذه القراءة التحليلية، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي محلل والخبير الاقتصادي.